مرحبا. سالو سالو راخي. مرحبا بكم، مرحبا بكم مرة أخرى. تشجيعات كبيرة للفريقين المشاركين معنا في هذه الحلقة من برنامج سولوا النجوم، حلقة مخصصة للأمثال المغربية. وكما كيقول المثل، الحب والعلق شكرا لكم. صافي صافي، ما نخدموش، ما نخدموش، بغيت تكونوا تنغوتوا، ما نخدموش هنا، جينا هنا نلعبوا. قال لك اسربي، الجمهور يحكم. واخا الجمهور يحكم، سلم عليك الجمهور يحكم. قال لك اسيدي، قال لك اسيدي اللي زربوا ماتوا، واللي بغى يربح العام العام طويل. وحنا باقي عندنا الجزء الثاني والجزء الثالث البرنامج، جوج ديال الشبكات، كل شبكة غتسمح للفريقين أنهم يربحوا 15000 درهم على كل جواب صحيح في الشبكة الثانية، وفي الشبكة الثالثة 20000 درهم على كل جواب صحيح. كنلعبوا لأجل جمعيتين متطوعون بلا حدود، وكذلك جمعية الخير للتنمية البشرية والبيئة. ومعنا فريقان، فريق حديدان وفريق كوميديا. غادي نرجعوا مباشرة للشبكة ديالنا الثانية، نشوفوا شنو مخبي لنا من أمثال وحكم مغربية. سعود ديال الخانات بينهم ثلاثة ديال النجمات، وشكون اللي عنده الامتياز؟ بقيتوا عاقلين انتم شكون اللي عنده الامتياز؟ حديدا حنا الصمد. والله حتى انت مشاهد، يلا تبارك الله على سي صلاح الدين الموسى. قال لك واحد المثل عربي، فأر تمخض الجبل وولد فأر. ها هو الفأر، لقد جاءنا الفأر، جاءنا الفأر بالبيان التالي. قال لك كيدخلوا فيران ويرجعوا، واحد غيلان، جوج تعبان، ثلاثة تيران. هذاك غيلان الاول راه ماشي انا، راه واحد اخر. ما دقش على راسي. واش كيدخلوا فيران ويرجعوا، واحد غيلان، جوج تعبان، ولا ثلاثة تيران؟ 15 ثانية للتفكير عن طريق العداد. كيقول المثل، شي ناس كيدخلوا فيران وكيرجعوا، واحد غيلان، جوج تعبان، ولا ثلاثة تيران. كنظن بان المشاهدين في الصوت جواب. كنذكركم بان غيلان هو جمع غول. انا راه قلت غيلان جمع غول، يعني اللي هضر معايا نخرج له شي غويين صغيور ما عنديش. غول عليكم ها؟ مفهومه ما تحبش شرحها. ياك صافي مفهومه، عندكم. لا لا مزيان. سي صلاح الدين بن موسى شنو بان لك؟ ايوا كيكون فارت كيولي غيلان هي غول. كيولي غول. انتم اختاريتوا دابا الجواب الاول. لانه هذا قال لك كيدخلوا فيران ويرجعوا غيلان، ما حرامش عليك انا تعدى عليا. غيلان ليتي هذيك. وغيلان غيلان. سالم حسن. انتم شنو قلتوا؟ خويا انا قلت غيلان وما قال لك تيران. انا قلت غيلان. مالو كيلعب كرة. تيران. تيران. مالو كيلعب كرة. قولوا تيران، ربحنا ولا خسرنا احنا مع جمهورنا. ايوا. بالك السي نبيل جاي. السي نبيل جاي بعدا بعدا يعطونا عفاكم، يعطونا عفاكم الاجوبه ديال الفريقين. هو غير اوتوماتيكيا غير نبداو نتكلموا، يعطونا الاجوبه ديال الفريقين باش نشوفوا. واحد عند السي حديدان، عند السي حديدان، عند فريق سلسله حديدان قالوا غيلان، وثلاثه عند فريق كوميديا قالوا تيران. السي نبيل جاي ما قوله؟ كنذكركم بان السي نبيل جاي هو متخصص في الثقافه الشعبيه المغربيه، ومعيد ومقدم برنامج شيخ الكلام على القناه الثانيه. قولي كيدخلوا فيران وكيرجعوا، كيرجعوا غيلان، كيرجعوا تيران. منصور جواب صحيح فريق كوميديا، لأنه لا سيد موسى هو طريرو. أي كيرجعوا تيران، لأن خلال واحد قال لك طرورو 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 طرورو. كيدخلوا
كيدخلوا ضبوعه وكيوليو سبوعه. دائما الفار مع الثور، الضبع مع السبع، ويا غاديه يا تمسكن حتى يتموت. الغول 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 اسطوري، ماشي ماشي الغول. الغول اللي تخي كلاس غول سميت ثور. ثور اش كيبغي؟ اش من اللون كيحمق عليه؟ الاحمر ديما حمراء. ايوا كضاف الفريق كوميديا 15000 درهم، وكتصبح بذلك النتيجه 30000 درهم الحديدان مقابل 45000 درهم الكوميديا. عاودة إلى الشبكة باش نشوفوا شنو هما الرموز اللي بقاو لينا. تسعود أو لا ثمانية ديال الرموز الآن. يا إلهي كنتم تضغطوا على الزر نجمع. الله أكبر. يا ربي الله يجيو لنا الفلوس. حتى تسالي حتى تسالي على خاطرك وجهي ديالك. سير حتى تسالي على خاطرك. مزيان مزيان. أجي أجي أجي. ما كاينش رشيد إدريسي كيبدا يقول الكوميديا ديالك وهذاك يسولكم على البرنامج كي داير وهذاك خليه جالس تما. دابا هو ما كاينش. هضروا على خاطركم. لا للارهاب النفسي. لا ما كاين. اللي غادي نقول بالنسبه للجمهور هو انه يتابع البرنامج ديال الكوميديا، باسكو كاين مواهب اللي جايه من بزاف د المناطق من المغرب، وكاينين دي سوجي اللي قدو يهضروا عليهم، مي اللي زوين زوين كاينه لا فولونتي دو فولوار غير. وخصوصا ان البرنامج فتح ابواب في وجه العديد من المبدعين الشباب المغاربه. وها ها واحد المثال حي. جواز طبيب دابا حاليا. طبيب طبيب الابتسامه. طبيب الابتسامه. نشوفوا واش غادي تبتسم من بعد ما تعرف النتيجه ديال النجمه، ولا غادي ولا غتجوج بالحزن. ما غاديش تشاركوا في الزحف. فريق حديدان. فريق حديدان تبارك الله عليكم. ريحوا تتسالوا انتم دابا بوحديكم اللي غتجاوبوا على السؤال القادم، وخاصكم توصلوا الجواب الصحيح باش توليو متعادلين مع فريق كوميديا. فريق كوميديا اصلا اللي عندهم مشاكل خطيره، ان ثلاثه مشاو واحد غدر بهم. يلا غادي نشوفوا شنو باقي في الشبكه. حاضر معك تبارك الله عليك. هارون الرشيد كيف كنت تضغط على الزر؟ طاجين. طاجين وشي براد ديالها حتى هي كاين. الله ينورك. سا سخي بيان. الطاجين. الطاجين ديال الحديد دانات. قال لك دير مسابقة ثقافية يبانوا المرايقية. عظيمة هذه ياك. علي. هذا المثال. هذا الجديد في عالم الأمثال. المرايقية هما اللي لاعبين الماتش. واحد القضية. دابا خليناكم بوحدكم. وريونا حنا تيديكم شنو كاين دابا. هذا المثال. هذا المثال. شوف شوف دابا رشيد باغي غير يخلعكم. رشيد باغي غير يخلعكم لان المثال سهل بزاف. لان قال لك هذا المثل ناقصه فيها الكلمه الاولى. اللي قال لك لا تقول ليه. طرنننن ما يتشرط. ايوا ومول الدار ما يفرط. واش واحد الضيف ولا جوج الرفيق ولا ثلاثه الصديق؟ 15 ثانيه للتفكير. ينطلق العداد. لا دابا انتم الضياف. قال لكم اسيادنا طررد نن ما يتشرط ومول الدار ما يفرط. شنو هو الجواب ديالكم؟ صافي باينه. واش واحد الضيف ولا جوج الرفيق ولا ثلاثه الصديق؟ صعيبه كما كنشوفوا. سي نبيل جاي كنظن بانهم غيتوصلوا الجواب صحيح لانه مثل معروف. هذا تمشي عندك الشي اللي كاين في ضرب عمر. وراه باينه شي غادي تسولو غادي يقول لك لا. ولكن لا دابا هما فارق حديدان. فارق حديدان هما مالين الدار فهمتيني. فهما السؤال باش يرحبوا بالضياف فهمتي. باش يرحبوا بالضياف. تبارك الله عليكم. وهذا راه احسن ترحيب. شوف ما هو ما هو جالسين مع راسهم. ومرحبا بكم تاكلوا معنا الطاجين. يلا مشاو عند مالين الدار. صايمين. يلا تقدي اخويا. مشاو عند مالين الدار تا هما. الجمهور ديالي. بدمان الفريق الفريق كوميديا تاع خما كنديروا. بغيت نسولكم على الجديد ديال حديد دانات. شنو غادي نشوفوا؟ شوف بلا خير الصامات شنو غاديروا في حديد دانات؟ ما ناكلوا طاجين ديال الجمعيه. كانت اخبار على الجزء الثاني دابا ما كاينش شي حاجه ديال 100%. لو كتصبح النتيجه متعادله 45000 درهم لكل فريق. صامت صامت. حتى حنا كنتمناو الجزء الثاني ديال حديد دان حيت زعما تبارك الله عليكم ليكيب كامله. بارك الله فيك. سمحيو الكوميديا تا هما.
نحييهم بزاف. ايوا سيرين تران تران هذا النافيت كازا غابة غابة كازا كنحيي وتنحيي كن ولهي تحي ما تحيوش هذا السيد هذا مسكين كازا الأميرة والعالم وما تحيوش هذا الجمهور هذا اللي حاضر. وكنحيو الصميد الله يحفظك اسيدي والفريق التقني كله اللي خدام تبارك الله عليهم. اسمح لي قطعتك، لولا الجمهور ما غنكونوش حنا الفنانه. سنحييكم بزاف. شكرا. كانت هذه اخر حكمه في هذا البرنامج قالتها هيفاء المغربيه، لولا الجمهور ما نكونوش حنا الفنانه. الى اللقاء. لا باقي الشبكه اسمر باقي نرجعوا. لا لا هيفاء بغينا يلا فريق كوميديا حجايا حجيت كما جيت. انا كيبانوا لي الحجايات هما اللي يمكن يوقعوا فيهم حوادث السير، زعما هو اللي فين يمكن بنادم ما يتوصلش للجواب الصحيح. واخا انتم كنتوا غلطتوا في ديك اللعيبه ديال الفار، قال لك حاجيتك ما جيتك على اللي زينها في هواها الله ونورها بقى حتى داها. لا خويا حاجيتكم على اللي زينها في هواها ونورها بقى حتى داها. هيفاء واش هي؟ واحد القمره ضحك على هيفاء ولا جوج الورده؟ الورده واش هي؟ واحد القمره ولا جوج الورده ولا ثلاثه الشمعه؟ 15 ثانيه للتفكير يا طريق العدد. قالوا لك سيادنا حاجيتكم على اللي زينها في هواها ونورها بقى حتى داها، واش هي؟ واحد القمره ولا جوج الورده ولا ثلاثه الشمعه؟ انتا الوقت السي بن موسى كنظن بانكم تاخرتوا في الجواب. تاخرتوا باش تجاوبوا يمكن؟ غادي نشوفوا حالا جوابي الفريقين. حديدان قالوا رقم واحد، كوميديا قالوا رقم جوج، انتم قلتوا القمره وانتم قلتوا الورده. وانا سمعت انا سمعت لالا كريمه كتقول لك بدل باش دير الشمعه ولكن تعطلتوا. غادي نشوفوا عند السي نبيل. لا جوج جوج. غنشوفوا عند السي نبيل الجواب. لا عندهم شي غلط هادو حيت عندنا حق نسحب 15 ثانيه. درنا الثلاثه. لا كانت ال 15 ثانيه دازت. لا لا باقي ما سالاش. يلا ما سالاش حتى حنا درنا الثلاثه. ما يمكنش درنا الثلاثه من بعد. ها شوف قال لك الاول عليه تعول درتي والاول ياك كيقول لك المثل اللي فيه الكذوب كيدي الذنوب. ايوا انتم قول لنا الامثله هادو ما كاينش الامثله هادو كيخرجوا سير كوموند كيما بغيتي في الحقيقه. ما ديروش حنا على وجهنا، ديروا على وجه الجمعيه. واش الورده فيها نورها؟ لا ما درناش الورده حنا، حنا صححنا. لا 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 الورده هذيك هضر معايا علاش؟ المهم شوف واش دابا شوف غنبقاو ندخلوا نخرجوا في الهضره؟ لا جواب خاطئ بالنسبه للفريقين. وكتبقى النتيجة ما كتبدلش سي نبيل. هذه معقولة. وإذا عمت هانت ما كاين حتى شي مشكل. غادي نرجعوا الشبكة ديالنا ماشي مشكل. غادي نرجعوا الشبكة وباقي عندكم فرص. أنا قلت لكم اللي كتكون الحجاية كيوقعوا حوادث السير. هاي حديثة. مشاو لكم فيها الفلوس ماشي مشكل. غادي نرجعوا الشبكة ديالنا. وغادي تحركوا الخانات. فريق حديدان لكم الامتياز. يلاه. الصمت. إيوا. الله اكبر. انا نقول لك انا راه راجلك فيه شي حاجه ماشي هي هذه. ايه انت مالك في مالك تقول راجلي انت حامل بها الحلال في دارك. شوف اخويا انا ما كنتفهمش انا ما كنتفهمش انت الزريقه اللي كدير بها. قال لك دابا انت بحال هكا دابا كنت كنخاف نجي حداك. نعم ولكن قال لك قدا قد الفوله وحسح في غوله. هذا مثال واحد اخر. دونك دابا انا تخش فيك ونبقى حداك نشوفوا هذيك النجمه اللي خرجت شي حاجه ماشي هي هذيك. الله يرحم الوالدين. امشي حالي واش يبقى حدايا مال. فريق حديدان كيخسر 15000 درهم كتمشي مباشره عند فريق كوميديا. كتصبح بذلك النتيجه هي 3 مليون سنتيم وفريق حديدان مقابل 60000 درهم الكوميديا. وعوده سريعه الشبكه يلا ارجعوا الشبكه.